البداية التحررية والليبرالية. إذن في فترة ما قبل الحرب كانت الرأسماليات تعمل على الجانب الوطني، على البرجوازية الوطنية، اللي يحصل بعد إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية هو كونه دور الدولة بدأ يتقلص، بدأ يتقلص وبإعاز وبتوجيه من الولايات المتحدة اللي هما يأمنوا بالليبرالية لأسباب تاريخية ترتبط بالنشأة نتاع الولايات المتحدة. نفكروا كل النشأة نتاع الولايات المتحدة كيفاش كانت، هما أكثريتهم كانوا اللي كانوا في السجون الغربية، هما اللي بعثوهم للدول هذه. إذن الرأسمالية العالمية قبل 45 كانت تعتمد على الدول كدافع ومحرك اقتصادي. الملحوظة الثالثة هي كونه المنظومة هذه بطبيعة الحال، خاطر هي مش عادلة، وقعت فيها هزتين عنيفتين. الهزة الأولى هي الهزة اللي قامت بها الطبقة العمالية في الغرب، واللي حصلت فيما حصلت منها على دولة الرفاه. من 45 حتى 70 تقريب دولة الرفاه، معناتها دولة الرفاه معناتها تدخل الدولة في الدولة الاقتصادية اللي كان قبل على 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 مستوى وطني دا يتغير. حتى 70 المنظومة الرأسمالية تهز الدوق بالعملية هذه نتاع العملية، معناتها اللي كانوا مثلا اذا كانت خبزة القطو فيها ثلاثة أرباع كانوا ياخذوها الطبقة الغنية وربع يبقى للدولة. كي جات الثورة العمالية أخذوا معناتها منافع وأخذوا أزيد باي في الـ في الـ في الـ في القطو العالمي. فهمت؟ خاطر هي منظومة تعمل تتأسس خاصة على استغلال الثروات لفائدة قلة قليلة. الهزة الثانية اللي هزت المنظومة الرأسمالية هي حركات التحرر الوطني اللي خلينا على أثر الاستقلال احنا وجميع بقية الدول الأخرى. وبطبيعة الحال بروز كقوة عالمية الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي. ولكن في الفترة هذه وقع اتفاق اللي هو يسميه اتفاق يالطا، قائدت فيه الولايات المتحدة الاتحاد السوفيتي. شنو ثم ثلاثة شروط فرضتهم. الأولى قبول المنظومة الرأسمالية كمعناتها عامل ناشط في العالم قبل الاتحاد السوفيتي شيء ذي، خلافا لما يروى لنا. وقبل زاد إعمار أوروبا الشرقية، معناتها كبتوها كون أوروبا الشرقية تخضع لها ولكن بمقابل، المقابل هو إعمار أوروبا الشرقية. النقطة الثانية نقطة إيديولوجية، توافقوا القطبين على ضرب الحركات التي تندد بالمنظومة الرأسمالية كشريك في العالم. والاتحاد السوفيتي خلافا لما يروج له زاد لعب دور الشريك في العملية هذه. النقطة الأخيرة اقتضت امتثال الجنوب للسلم الأمريكي وإنهاء الاستعمار. إنهاء الاستعمار بالإضافة إلى الحركات التحرر شاركت فيه الاتفاق هذا اللي وقع ما بين الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة. ولكن الهزات هذوما ما مشاوش حتى للدرجة القصوى، باعتبار وأنه الولايات المتحدة انتناكا من 45 في عملة اجتماعات ومفاوضات ما بين الدول الرابحة في الحرب العالمية الثانية، وقرروا تكوين منظمة التجارة العالمية، منظمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. هما يقولوا صندوق النقد الدولي باش يحروا باش معناتها
يراجعوا بعد ما صار في 29 وما انجر عنهم الأزمة دا 29، معناتها قالوا اللي يلزم تدخل في الأمور المالية والنقدية في العالم. ولكن في الحقيقة هذا جانب، ولكن الجانب هذا ما كانش مؤثر بقدر ما الجانب الآخر كان مؤثر، وهو وضع السياسات الدول النامية تحت إمرة هاتين المؤسستين المتشبعتين بالليبرالية الاقتصادية. وهذا ما يفسر اللي دول الاستقلال، إذا كان مثلا في تونس تمكننا في عهد الزعيم بورقيبة من تحقيق عديد النتائج اللي كانت هامة ياسر بالمستقبل اللي قعدنا نستنفعوا منه حتى التو، هو كونه فك الفترة فك الصراع الإيديولوجي ما بين الإيديولوجي الظاهري ما بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، كان ثم إمكانية باش الدول المستقلة اللي هي مستقلة تحت إمرة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ولات عملت سياسات وطنية اللي معناتها قدمت الشعوب هذيك تقدم كبير ياسر رغم الضغوطات الإيديولوجية. ورغم خاطر تو نحكي لكم بعد على حكاية مثلا في اليونان فيما بعد، تو تشوفوا اللي في المفاوضات مع المؤسستين هذوما وخاصة مع مؤسسة التجارة العالمية اللي جيها في 47 واللي كانت باش تكون منظمة التجارة المنظمة الدولية للتجارة، ولكن وقع فشلها باعتباره أن الكونغرس الأمريكي تصدّاها معتبرا أنه هذا بشي باسم استقلالية الولايات المتحدة. طيب بعد افهموا منيح من انطلاقا من هنا كونه هالمؤسسة دي عندها دور ساعة هام ياسر في تحديد مسار الدول المستقلة، وفي حاجة من ناحية ثانية في كونها معناتها كي تعمل تسن سياسات أولا وبالذات لمصلحة الغرب. وهذا تو كي نشوفوا مع المقارنة مع اللي قاعد يصير اليوم نفهموا معناتها مدى قساوة القواعد هذه اللي تفرضها على الواحد. تو مثلا نقول لك الشيء اللي قاعد يصير في اليوم في تونس معناتها محدد من سنوات، مش معناتها جديدة الحكاية. نعرفوا احنا صندوق النقد الدولي باش يخضعين ويجيبوا حتى في على المستوى السياسي يجيبوا قاده اللي هما يتحكموا فيهم كما يحبوا. وعندنا مثال حي تبارك الله الشباب هذا اللي عندنا الوزير رئيس الحكومه مش وزير رئيس الحكومه اللي هو صنيع نتاع امريكا عامل ايكونومي اغريكول وهذا الحكايه وكان يخدم في السفارات الولايات المتحده. إذن في 47 ما تمش إنشاء المنظمة التجارة العالمية، ولكن يعملوا اتفاقية اللي اسمها الغات، وهي اختصار الكلمة باللغة الإنجليزية General Agreement on Tariffs and Trade. أتونا نرجعوا لها في النقطة الثانية باش نمشيو توا لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي للإنشاء والتعمير اللي هو البنك الدولي توا اسمه قصروه على البنك الدولي. المؤسستين هذه تكونت في 45 في بروتن وودز في ولاية هامشاير في أمريكا. قلت الهدف نتاعهم الأساسي هو بالنسبة لصندوق النقد الدولي هو تحقيق توازن مالي في العلاقات العامة في العلاقات الدولية، ولكن في الحقيقة هما المؤسستين اللتين ستوجه البلدان المستقلة في سياسات الاقتصادية والمالية وما ذلك والسياسية بطبيعة الحال. وهالمؤسستين هذوما يعتمدوا على فلسفة اقتصادية اللي هي الليبرالية، هذايا بدون ما أي منازع. وهذايا اللي ما يعرفوش هنا مع الأسف الشديد ثلاثة أرباع ولا إذا كان ما نقولش 90% تاع السياسيين اللي يقودوا فينا تو منذ سنوات. أنا أتفكر ثم الله يرحمه واحد سفير كان حكى لي، هو سفير باهي هو قديم، حكى لي قال لي كان في حال ياسر اللي دخلنا للصندوق النقد الدولي واللي في عام 94 95 كان تونس من الدول الحاضره. هو يراها كان حاجه باهيه، ولكن في الحقيقه هي معناتها احنا انزوينا بطبيعه، ما احنا ما عندناش حتى حل اخر بطبيعه الحال. الزعيم بورقيبه القدره نتاعو هو كانوا لعب على التناقضات ما بين القطبين،
وقت اللي بعد الثمانينات وقت القطبية شسمة الولايات شسمة الاتحاد السوفيتي يتيح وانحدر وقتها ولات القطبية الواحدة وبالتالي ولات الولايات المتحدة تتصرف في العالم كل كقرية بتاعها كما تشاء فهمت دونك اعتمدوا على فلسفة ريكاردو اللي تقول لك يجب تخصي كل البلاد تتخصص في ميدان معين في الاقتصاد وتقعد تخدم فيها ذاك وتبقى واحد مش نعمل ربط هنا سريع مش نقول لكم اذا كان مثلا غدوه ما عادش كان سمعتوا بها ولا اتفاقيه الاليكا كان غدوه لا قدر علينا وتتبرع باش نصحوها معناتها باش نوليو مثلا باش يجيو يقولوا لنا يا سيدي الفلاحه نتاعكم ما تمشيش ما تصلحش ماشي من ناحيه الانتاجيه ما تصلحش ناحيه الفلاحه خليو لنا شويه يعملوا لنا شويه فراوله وشويه واحده شو اسمه حب ملوك مثلا وتاخذوا غاديكا في 2006 في البنك الدولي عملوا دراسه انتهت الى القول بان قطاع الحليب ومشتقاته ماهيش مربحه في تونس وبالتالي لازم نتخلوا عليه معناتها كل الفلاح عندنا 250 فلاح اقتلهم بالدم البارد وكام هذه مثلا جانب الجوانب وهذا يتسميه في الوحده في النظريه الاقتصاديه القائلة تقول بتخصيص البلدان في القطاعات التي فيها أفضلية ونتائج تنتج عنها التقسيم الدولي للعمل معناتها كل بلاد تتخصص في ميدان معين وخلينا احنا نقرر واحنا نقرر مش هما معناتها يقرروا مش احنا ما عادش نقرروا حتى شيء وفي في نفس الوقت الولايات المتحدة وقت اللي بدات باش تهدم الامبراطوريتين خرجت فكرة قالت التنمية لازم تتعمل جميع البلدان باش كذا العالم الكل يتمتع بالنتائج الاقتصادية ويجني في ثمارها وهذه الطريقة هذه هي اللي خولت لها باش تتحكم عن طريق خاطر في الصندوق النقد الدولي وفي البنك الدولي للتعمير تتحكم هي في الواحد باعتبار القوة نتاعها في مجلس المجلس التأسيسي نتاعها هي عند الجزء الاعلى من المساهمات وبالتالي تتحكم في السياسه كلها وتتحكم في الاقتصاد وتتحكم في القروض معناتها نعطيك قرض انا اما نعطيك قرض مشروط مش معناتها كيما تحب انت تعمل مش كيما المصلحه نتاع بلادك تقتضي لا حسب النظره نتاعي انا للمصلحه هذيك اذا كان انا راه مش صالحه وهي رغم اللي هي صالحه لبلادك هذا معناتها يتيح في الماء التدخل هذايا في الدخل المؤسسات الدوليه متعدده الاطراف في السياسه في تحديد السياسات نتاع البلدان الناميه كان معناتها اعتمدت نظريه اللي تقول نظريه الروافع للوفي للايكونومي الاقتصاديه والتي تباشر استخدامها بالتعاون المباشر مع المؤسسات الدوليه اللي هي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي واصبحت الولايات المتحده قوة غير منازع للعالم الرأسمالي. وأخدمت في 45 قلت أنا اللي في أوروبا البلدان الأوروبية كل دكتكو تقريبا بالحرب معناتها ما تقعدش بلاد. إيش عملت الولايات المتحدة؟ أعطت شو اسمه قرض اللي تسمى فيما بعد تعرف بمبلون مارشال اللي بموجبه تمكن الدول الأوروبية من إعادة أعمار بلدانها. البلان مارشال هذا ما عطاوش لله. عطاو الساعه باش يرجع أوروبا ولكن تحت القيادة نتاعها. وهذا الناس اللي ما يعرفوش برشا اللي أوروبا نشأت الاتحاد الأوروبي نشأ بإرادة أمريكية. والقوى البرجوازية نتاع الدول الأوروبية هذه. اذا معناتها علاش توا باش نعمل ديما التركيز في التاريخ ونرجع توا عن طريق ايطاليا اللي هي دوله معناتها السياسيين نتاعها من اليمين قاعدين يحركوا فيها باش يتقدقوا شو اسمه الاتحاد الاوروبي وهذايا انا يرجع بالنسبه لي انا يرجع لينا بالفائده خاطر اذا كان لا يقدر تبقى الامور ونصحوا لاليكا كان باش تكون الطامه الكبرى في تونس معناتها باش كانوا يتبدون هذا اذا كان ما تبدوناش من الناحيه العسكريه خاطر ثم امور خطيره توا قاعده تصير
قاعدين يرجعونا اللي كانوا مشاو للدواعش هذوك كل قاعدين يرجعوا سوريا واحد كل شيء ولات امور اختيار ياسر وربي يستر من هنا لاخر الشهر باش يصير. العمليه هذه نتاع دو مارشال ادى الى كونه الراسماليه رجعت بقوه في في في, في الغرب وحطت المؤسسات الاقتصاديه والمؤسسات تاع الاقراض تحت كلاكلها وبالتالي ما عادش ما ولا هما يتحكموا في الاقتصاد العالمي ما عادش حتى دوله ناميه ما تقرر اي قرار لفائدتها هي. باش نعملوا تنقيزه من 45 من الاستقلال حتى الثمانينات في تونس مثلا نقولوا اللي التنمية اللي كانت في تونس وقلت أنا رغم معناتها النظرة الحاقبة نتاع الرئيس بورقيبة واللي لعب على قدر يلعب على التناقضات ما بين الاتحاد السوفيتي ومعناتها ما بين القطبين وحقق معناتها أمور اقتصادية هامة لتونس لصالح تونس ولكن من انطلاقا من الثمانينيات انتهت اللعبة ولد المؤسستين هذوما الاقتصاديتين هما اللي يحدوا مسار التنميه في العالم الثالث وبالتالي ولات ما عادش عندنا حتى قدره باش ناثروا وهما يستغلوا السياسيين والضعف نتاعهم التكويني وكل لتحديد المسارات في الدول الناميه. وتبين انه هذه دراسه رجعت لها انا نتاع جا هوليغان اللي ان سياسه الاقراض في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي خاطر يعني شي مع بعضهم الزوج ديما هي ما تواجهش للدول المانحه تتواجه حسب ما تراه هاتين المؤسستين. وبين اللي في الدراسه هذه بين اللي من في منطقه شمال افريقيا توجه هذه الإعانات للدول التي توالي الغرب مش للمصلحة نتاعهم ولكن توالي الغرب في السياسات نتاعهم في الإيديولوجيا نتاعهم. وتعتمد سياسة معناتها القروض دوافع سياسية لها بطبيعة الحال تأثيرات اجتماعية. تو احنا نشوفوا مثلا بعض ساعات التخاذل نتاع الدول نتاعنا في برشا مشاريع ونتسائلوا علاش في الحقيقه هما مكبلين ما ينجموش يتحركوا الا بالطريقه هذيك. تو مثلا اللي يجيو تو اليوم في تونس يقولوا لك يا سيدي ها الشروط نتاعنا تو تمشي لاسرائيل وتولي تعمل معها علاقات. هذه مش الشرط الاساسي تو اللي صارتين على الدول الكل والعمليه اللي عملها هذه نتاع سلمان اللي يحبوا يقضيوا على القضيه الفلسطينيه فهذه في نفس الاطار. وهنا في الاطار هذا ناخذ شويه على الجانب الاقتصادي البحث باش نبينوا اللي مثلا في سوريا وكان مش الاتحاد السوفيتي رجع روسيا الفيدراليه رجعت قوه والصين ظهرت كقوه ثانيه اقتصاديه رحنا ما وقوفهم جانب سوريا رحنا مشينا اكثر وقتين فهمت معناتها هذا باش يفهمك اللي ما ثماش ثم علاقه عضويه ما بين الاقتصادي والسياسي. هذه حاجة أهم ياسر لازمكم تفهموها باش تعرفوا اللي غدوة وقت تحط أنت مثلا توا السيد هذا اللي عاملين حاطينه يتفاوض مع الاتحاد الأوروبي على حكاية تاليكا يتملكوا عليه معناتها ما فاهم حتى شيء مطرح وهما حطوه بالعاني باش يعديوا ولا القرار تاع حاجتهم بيهم. وقت يجيكم واحد مثلا باش نعطيكم مثال تاع اليونان، اليونان هذه دولة شو اسمها؟ معناتها أوروبية ودولة معناتها تتأمن بالواحد بالمسيح مش كيف نحن مسلمين، حتى احنا مسلمين حاجة أخرى. دقدقوها بايعوها في الجزر نتاعها. الأستاذة في الكلية اللي كانت ما تعرفش تمشي شو اسمه للسبيطار باش تعمل عملية قيصرية. باش نوريكم إلى أي حد هما قادرين تشوفوا. معناتها إذا كان أنت ما تعرفش القواعد نتاعك اللي يلعبوا بها فيها معاكم راهو ضعف. وهم هذا اش قاعدين باش قاعدين يأثروا علينا. جاوا مثلا قالوا لنا اعملوا شو اسمه اعملوا استقلالية البنك المركزي ويخرجوا لك ناس في
تونس معناتها مسؤولين كبار ويقول لك حاجه عظيمه جدا، حاجه عظيمه جدا، ماهوش فاهمين شنو هي الفلسفه نتاع الاستقلاليه في البنك المركزي. هما في بالهم استقلاليه عضويه واداريه واحد كل شيء، مش هذاك الصحيح. انا هبطت معايا في حوار في راديو اكسبريس افير، واحد راضي يمد يقولوا له هذا يعتبره حاجه عظيمه جدا. تجي تقول له راهو شنو هي الاستقلاليه، شنو معناتها، شنو نحبوا منها، شنو نحبوا نشوفوا من وراها. ايه قال لي هذاك باش تبين له الواحد اموره ويلزم ما تدخلش الدوله. عشان هو سهل ياسر. جاي معايا واحد زاد من الخوارجيه البلاد عشاكم ايش اسمه، حتى اسمه يحكي معي ساعة بعد ربع ساعة من بداية الحلقة. طيب كان يسلي وزيد نحكي راهو تقول هذا رجل اقتصاد، هذا يفهم الاقتصاد، ما يعرفش معناتها أبسط الأمور في الاقتصاد، معناتها باش تعرفوا كيفاش هما عندهم الوسائل الكل اللي تخول لهم باش يتحكموا في المسار نتاعنا، ومعنى أساس شديد يعانى من الجماعة الجهال يعانى اللي هما برشا مع أساس شديد. إذن هذا عملت التنفيذ الجزء باش تفهموا الأمور، تطور الأمور في العالم والاقراض يعني هنا بطبيعه الحال هو يخدم مصلحتهم بالضروره، يضرب المصلحه نتاع الطبقات الفقيره في الفلاح. وذاك علاش هما نحكيو ونقولوا الطبقه المتوسطه في تونس وقاعد قضى عليها، معناتها ماهيش عفويه، ماهيش جايه من عند ربي كاكا، مش كاكا راهو ثم قواعد قاعده تخدم مخططه اللي من شانها ان تضرب هذوما الفقراء والبطاله. البطاله في تونس معناتها كما في برشا بلدان اخرى البطاله ضاربه، هذه نتاج لمنظومه راسماليه عالميه. قلت المنظومه شو اسمه المؤسسين هذوما عندهم فكره هي تحت فكره فلسفيه اقتصاديه تقضي بالاعتماد على الليبراليه ورفض كل ما هو ضد الرحم، وضربوا حتى الدوله الوطنيه. واحنا نشوفوا كي نشوفوا اليوم التعاسه اللي وصلت لها مثلا في تونس الامور، هذا مش راهو مونتيكيف، مش عفوي، راهو مخطط له ومعناتها محدد بفكره معينه. اليوم الطبقه الغنيه 1% في العالم يتحكموا في 60% تقريبا من الثروة العالمية. كي نعم نطبقوا على تونس، نعمل مقارنة مع تونس، نلقاو اللي هي الطبقة الواحدة اللي عطاوها شو اسمه في شو اسمه حكاية المركز الجيرال وال اللي عملوها في الأخير الأدوات نتاعهم خفضوا لهم، هذا معناتها مش من عندنا احنا، هذا جاي من عندهم هما. لي ملتي ناسيونال اي في لي ملتي ناسيونال شو اسمه سن قانون الشراكه بين القطاع العام والخاص. كي تسمع المحللين السياسيين التوانسه يحكي ويقول لك هذا حاجه عظيمه جدا والدوله ما عادش عندها فلوس، هي علاش ما عادش عندها فلوس تاع الدوله؟ ما نسالوش السؤال هذا يعني، اما كي نسالوه نفهموا اللي الدوله خاطر المنهج الاقتصادي الفلسفي يقضي في ضرب قوة الدولة لفائدة الشركات متعددة الجنسية. واضح؟ نجي واحنا نقولوا باش نعملوا الشراكة بين القطاع العام والخاص. احنا عندنا إمكانيات باش ندخلوا مثلا في مشاريع كبرى اللي باش تدعم البلاد، تدعم الاقتصاد تاع البلاد، ما عندناش، شكون باش ياخذهم؟ باش ياخذهم الشركات متعددة الجنسية هذوما نتاعهم هما. واضح ولا لا؟ شوف كي معناتها بطريقة ذكية ياسر ويجيو كل حشاكم وحشاكتكم كل الحيوانات اللي عندنا في مجلس النواب ويصدقوا واحد وكل شيء. تعرف اللي ثم ناس ماهوش فاهمين اللي مثلا القانون الاساسي نتاع استقلال البنك المركزي هو ضرب الدوله في العمق، ضرب الدوله في السياسه نتاعها النقديه والسياسه نتاعها الاجتماعيه. هذا شو هو الهدف نتاعو الاساسي. واضح؟ تو استعدوا المؤسسة الثالثة اللي قلت ما تكونتش عام 47، كونوها 23 دولة في كل الحالات، وجات في
95 وتكونت هي تتمة للبعد الاقتصادي التحرري في العلاقات الدولية، واللي فرضوه بطبيعة الحال على الدول المستقلة نظريا. خمسة سبعة وأربعين 23 دولة باعتبار الرفض نتاع الكونغرس الأمريكي لإنشاء منظمة عالمية للتجارة أدى إلى تكوين 23 دولة، 23 دولة كونوا هذه الاتفاقية اللي كنت أحكي لكم عليها اتفاقية الغاد. واتفاقية الغاد هذه تهدف إلى تحرير التجارة العالمية. كي تقول تحرير التجارة العالمية معناتها تحط أنت دولة كيما تونس ولا دولة كيما الصومال تحطها مع دولة كيما الولايات المتحدة ولا بلجيكا ولا 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 الأسترالي. الفوارق في المواقع نتاع القوى يظهر معناتها يبان بطريقة واحدة. معناتها أنت تجي تفرض علي أنا كدولة ضعيفة تفرض علي نفس القواعد اللي باش تفرضهم على على الدولة الكبيرة. ضمنيا الواحد يفهم اللي معناتها ما عادش ثم استقلالية بالكل. وباش يتفداو الرد نتاع الكونغرس الأمريكي وقعوا نظموا جولات سكرتارية تقوم جولات كل سنتين ولا كل ثلاث سنوات، وكل سنتين أو ثلاث سنوات يقع تحرير ميدان من ميادين الاقتصاد. ثم ثمانية دورات الأخرانية نتاعهم اللي هي الروغوي راوند، يسميوها الروغوي راوند مفاوضات الروغوي اللي حدد الأمور واحد. وفي عام 47 كان السلع كانت ما موجوده في 86 94 وجميع القطاع التجاريه دخلت في التحرير، وبالتالي تبدلت المعطيات بصوره شامله. والهدف اللي هدفوا له هو تخفيضات الرسوم والحواجز الحقوقيه وجميع العوائق القانونية على التجارة العالمية بما في ذلك السلع والخدمات والحقوق الفكرية. حقوق فكرية ايش معناتها؟ معناتها يقول لك اللي شسمه مثلا احنا نزرع البطيخ قبل والدلاع كنا نزرعه بك القلوب متاع العام اللي فات زريعة متاعنا، ولات الزريعة توا تجي من عند هموما وما عادش عندك حق باش تعملها مرتي ويلزمك كل عام تشري سلع. هذا معناته وتمرض الدواء مش عندك حق. هي فينا ما تطلعش موضوع اي وهي ما تطلعش اساسا اي يا صح مانيبيلاسيون جينيتيك. اذا تشوفوا علاش انتم اليوم وصلنا اللي الحاجه اللي معناتها ولات توا واضحه الامور، خاطر قبل كانت يخبيوها شويه ويعملوا شويه تمويه هكا واحد كل شيء وانتم مستقلين وشيك يقبلك ويقول لك يعطيك جائزه نوفل يصفق لك اوباما اللي هو هكا ودقك وجاب لك الفرنجيه وشهمه ومن بعد يقول لك احنا شفت كيفاش تبطل علينا وخشنا هكا اوباما صفق علينا هاي سيدي شنو تقول اكثر هاي. ومن بعد يجيوك معناتها بعمليه قويه ياسر يجيوك يعطيوك بري نوفل تحت هو تاع الحمار الوطني وتفكروا حكاية الحمار الوطني هذاك كان عميد نتاعنا يا سيدي هذاك جماعة طلعوه وردوه عميد عنا احنا كان جات الدنيا معناتها باهي حسين وصلت الحمار الوطني. اشتفهموا الآليات اللي استعملها المنظومة هذه جميع الآليات مسموح بها طالما وان هي تدي نتيجة واحدة هي الضرب الجماعة الدول هذه الكل تبعي. هذاك علاش انا عنوانتها قلت تحرير التجارة عن تحقيق مصالح الدول الكبرى. في 94 دونك الاتفاقية شو اسمها جولة الأوراغواي راوند انشات منظمة التجارة العالمية وكانت تونس من المسابقين عليها. توا سؤالي يطرح تريتيت مراكش ترى احنا نجموش مثلا نناقشوا قرار القرارات تاع اتفاقية مراكش ما نجموش
نجيو مثلا نقولوا لا احنا ما انا مساعدناش العمولة دي. كان نسمع فيها بعض السياسيين يقول لك احنا شكون ما نخرجوش من الاتحاد الواحد، شكون ما نخرجوش من البنك الدولي. هي سهله، معناتها كل خروج الحمام وتقول لك سهل. انت امضيت على اتفاقيه، انت نهارتي خديت استقلال مشيت لواشنطن وصدقت على النظام التاسيسي للصندوق النقد الدولي، وصدقت على النظام التاسيسي نتاع البنك الدولي. وهما يلعبوا على كل شيء، يلعبوا حتى على التعليم، قطاع التعليم، قطاع التعليم يوجهوه بالطريقه اللي يحبوها. حكايه هذيك شو اسمها ثلاث سنين ولا ما عرفتش. الأمد هذه الإيمان إجازة. هذاك قرهونا، هما قرهونا في الصندوق النقد الدولي. هذا كي تقولوا اليوم في مع السياسيين يدي يخزر لك هكا يخزر كاين كاب من المريخ ولا كانت تجي في حاجه كبيرة، راهي ما جيت حتى شيء، انا قاعد نعطيكم في معلومات ثابته ما فيها حتى شيء معناتها غلط. اما معناتها حتى التكوين في التعليم ولا طريقه اللي ما عادش يخليوك معايا ما يعلموكش تتفكر، يعلموك تقبل معلومات تحطهم في مخك وتعدى من غير مناقشه من غير. وهذا الخطر اللي وصلنا له اليوم. اذا التحرير يقع حسب المصالح نتاعها، الصراع توا والصراع توا اللي ما بين الاتحاد ما بين الولايات المتحده والصين دليل قاطع قاطع على كونه التحرير يتم حسب المقتضيات نتاع القوى الكبرى وحسب التطورات نتاعها. يجيك ترامب يوقف ولا يوظف شو اسمه دي تاكس على الصناعات السلع اللي تجي من الصين، واضح بالكاشف انه مشعوله. ورغم هذه الصين هي اللي هي معناتها عندها قوه ماليه كبيره ياسر، فهمت؟ خاطر السندات نتاع الولايات المتحده كل 30 ولا 40% نتاعها عند الصين. معناتها تشوفوا كيفاش الصراعات هذه في الحلبة هذه تلعبوا فيها الكبار، تجرب انت تلعب وتجيب منهم هشام بن حمد باش يحكي معاهم، رجل ما فهم حتى شيء من ترى مثلا، ولا تجيب لهم هذايا وزير الماليه الحالي هذايا. وقت كانت تونس في السبعينيات كان عندك اسماعيل خليل، كان عندك ناس تفهم شويه الاخرى وعندهم تفكير، ما تو ما عادش عندنا حتى شيء. معناتها مقابل الامور هذه شنو باش تعمل؟ ما نجمو كان نقبلوا وأيدوا ونباركوا للقرار تاخذوه منا ونتبعوا. المنظمة هذه روجت باش نحكي على مبدأين ثلاثة مبادئ اللي تعتمد عليهم الفكرة نتاع الغاية اللي أصبحت منظمة التجارة العالمية. المبدأ هي بعنوان عدم التمييز بين الدول، يجيك يقول لك عندك المبدا الاول يسمى الدول الكل تحترمه بدون استثناء، مبدا الدول الاولى بالرعايه. شنو هذا؟ معناتها كي احنا نتعاملوا مثلا مع الجزائر ونقولوا اللي مثلا باش يبيعوا لهم الحليب ولكن بتوظيف جمركي خفيف، يجيو يقولوا لك انت الاجراء هذا يسمى تعموا على الدول الكل. طريقه اخرى ما يخليكش تتعامل ثنائي. نزار تفاضلي. تفاضلي. فهمت؟ يجيوك مثلا يجيوك باستثناء، يقول لك الاستثناء الوحيد شنو هو؟ الاتحادات الجمركيه ومنطقه الشارع الحره، اذا كان ثم منطقه الشارع الحره عملها. اما هذوما محددين هما بطريقه بقواعد اخرين وبالتالي ما عادش عندهم انفعاليه، وبالتالي تولي المبدا الاساسي هو الدوله الاولى بالرعايه. هذا معناتها امسح. هذه حاجه. مبدا المعامله الوطنيه يقول لك تعامل جميع الاطراف اللي تتعاقد معك كاي وطني عندك انت. معناتها المستثمر الاجنبي يتمتع بجميع الامتيازات اللي يتمتع بهم المستثمر اللي يجي من الخارج. هذه قاعده مبدا المعامله الوطنيه. هنا في حل القوس باش نقول لكم مثلا اللي مجله الاستثمار نتاعنا اللي عاودناها ما عادش قداش 5 مليارات ولا 6 مليارات عملوا فيها اللي حبوا، وكنا نجموا نعملوها احنا هنا باربعه ولا خمسه من الناس نعملوا مجال استثمار. خاطر كله مجهول بدل الحوافز اللي بتعطيهم انت المستثمر.
وكيف انت تعمل المغرب وتعمل الجزائر وتعمل جميع الدول الاخرى، وبالتالي معناتها ما عادش عندك امتياز. خاطر قبل كان ثم هكا نوع من الامتياز وقت اللي كانت الدوله الوطنيه عندها امكانيه مجال للمفاوضه والوحده، تو ما عادش عندك مجال، وبالتالي معناتها اللي تعطيه انت عطاه ديجا الاخرين. او كضربوا هما 6 مليارات للمكاتب الدراسات نتاعهم ويكملوا البقيه في القوانين، وتلقاها قوانين عادت وفيها برشا ما باهو جبدنا عليها هذه الحكايه ما نجمش نحكيو فيها تو اللي تحب لها هي عادت تحب لها من المحاضره كامله. اذا تحلت بالمنظمه التجاره العالميه التجاره ولات القواعد التجاريه ولات تتحدد كلي في منظمه التجاره العالميه. وإذا كان دولة ما ترى اللي معناتها مثلا تعمل أنت قانون في ميدان تجاري أي ميدان وترى اللي هي مش مطابق للنظرة الليبرالية، ساعة تبعث لك تعمل لك تنبيه، ومن بعد هنا الإشكال الكبير، ومن بعد عندهم إذا كان مثلا أنت ما امتثلتش هي ما تقعش بكل ما شوفوا احنا ما امتثلناش. عملوا نظام نتاع فض المنازعات. النظام هذا ما يتحكموا فيه كان هما خاطر الاليات نتاعو صعيبه شويه، واحنا هنا في تونس مع الاسف الشديد ونقول لكم حاجه خطيره جدا اللي ما عندناش في المحاباه الكل ما عندناش كنلقينا خمسه من الناس يفهموا شويه هذا لوركان دو ريكلمون دي ديفيرون ويعرفوه بريما ياسر. وهذا شيء امر حقيقه خطير وخطير جدا. خاطر انت غدوه كي تجيك تشكي بيك دوله عدو كيف كنتي في منظمه التجاره العالميه تتبر باش تمشي للمكاتب الاجنبيه. نعم واضح. واذا كان باش تتاكد في العنصر هذا باش تفهم شنو هي قيمه الواحد يبدا مطلع ويزمو يعرف شنو القواعد نتاعهم. نعطيكم مثال نتاع البي اف تي البنك الفرنسي التونسي. احنا نعطيو المستثمر جميع الامتيازات نزيد عليه عندنا التزام باش المستثمر وقت يربح قضيه ينجم يقوم بها في تونس وينجم يقوم بها زاده في السي دي في واشنطن اللي هي مؤسسه ونظام يتحكم في العلاقات بين المستثمرين والدول. والنظام هذايا جعل لكي معناتها خاصة الشركات المتعدية الجنسية تربح. باهي. هذايا معناتها بالبديهيات اللي مع الأسف الشديد كيف كيف السواد الأعظم تاع تونس ما يعرفوش. الإدارة تغفص فيه. جات القضية هذيا هي بداها منصور معلم. بداها منصور معلم وكملها الله يغفر له بن علي. وكملوها جماعة الاخرين اللي خدوا بعد 2011 خاطر ولاو يساوموا فيها ولعبوا فيها كيما حبوا جداو. المحصله نتاعها القضيه هذه بدات في 1986 اليوم انتهت في 2017 1000 مليار باش تدفعهم تونس للمستثمر هذا 1000 مليار للمستثمر. هما باعتبار انه ثم في الجانب الظاهر نتاع المستثمرين اللي خذاوا البنك بقاع في البنك هذا وبعد طردوه ثم واحد تونسي اجماع الكل ولاو حاطين النظر نتاعهم على التونسي ونساو اللي وراها سعوديين وقطريين ويمنيين والحاجه هكا حاسينو ناس قويين ياسر مستثمرين كبار. بالضروره احنا مو تونس تبارك الله علينا المستوى نتاعنا ديما في اوراد باكريت معناتها وقت نتعاملوا مع الامور في حقيقتها نتعامل مع الشخص سي محمد عمار ما نحبوش نضربوا هو في بالهم ربحوا الحكايه هما خسروا 1000 مليار باش تطور وموضعين في كونت هنا في تونس بامر من صندوق النقد الدولي يلزمكم تخلصوه اذا كان ما وصلتوش الاتفاقيه بعد ما صارت القضيه. انظر معناتها اللعب كاش يقع. اذا المؤسسات هذوما الثلاثه كلهم يحقوا المصالح نتاع الدول الكبرى اساسا ويقيدوك في السياسه نتاعك انت الداخليه بصفه انهم يجعلوك غير قادر على تحديد سياستك الوطنيه. احنا كي اخترت الموضوع هذا باش نحكيو فيه
خاصة باش نربطوه بالواقع اليوم اللي نعيشوا فيه، باش نبرزوا اللي الواقع هذا بالحق شاركنا فيه، ولكن راهو مفعول فينا ولسنا فاعلين مع الأسف الشديد. والقواعد سواء في صندوق النقد الدولي أو في البنك الدولي من ناحية الإقرار وفي التجارة العالمية كيف كيف كله محدد من القوى الاقتصادية الكبرى، وحتى في الدول الكبرى محدد لفائدة كما قلت لكم الطبقة 1% من تلك الشعوب اللي يتمتع بالثورات بالثروات نتاع العالم، الباقي كل يخضع تحت الواحد. فهمتوا؟ مع الشكر. جزيلا الأستاذ محمد عمار على كل ما تفضل به، معناها ثريا مداخلة ثرية جدا ملتصقة التصاق أولا متين، أولا بالمفاهيم كمفاهيم، بالنوايا كنوايا، بالسياسات كسياسات، وخاصة بانعكاساتها على الراهن السياسي والاقتصادي التونسي انتم والذي قاعدين نعيشوا فيه ونقاسيه من تبعاته. فقط انا مانيش لا تعليق ولا اضافه على تفضلت فيه استاذ، وانما نحب نذكر بحويجه بركه بانه تونس من 91 حتى 2010 ما خلات حتى ملي من صندوق هذاك. علاش كان قرارها كان قرار دوله ذات سياده ما خضعتش، وهذاك علاش وقت اللي هي تحكم في التنميه نتاعها وتحكم في منوال التنميه نتاعها وتحكم ايضا في التنميه في اللي تو اللي تفكروا اللي تو كلهم كانوا نحب ولا نكرهوا ولا كره من معناها من كان العداء اللي ما قبل 2011 ان هذه لي فويون ايتي تو سوفير، هذا حتى حد ما ينجم ينكر، وما كان هكا الا لان تونس كانت متعلقه بسيادتها وبقرارها. شكرا مرة أخرى أستاذ محمد عمار. النقاش عنا ربع ساعة هك الساعة الأولانية هذيك هي لا تودي كذلك عليه، وخلتنا كالعادة نعطي الاسم والجهة ونتفضل التدخل نتاعك. اسم كل جي سامحني أخويا اليوم عدد لك معنا جاسي أخويا السلام عليكم. أيمن خديري من نفسك، مرحبا بكم ومشكور أستاذ دكتور على المحاضرة. نص التدخل، تحدثتم في المحاضرة عن مؤسسات مالية تنفجر تتحكم في العالم ككل، طبعا وفق رغبات القوى الكبرى المتحكمة فيها. أي آفاق أمام تونس، أي آفاق ممكنة أمام تونس لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة؟ هنا عندي إشارة الضمنية أنا صرحت بها تو، المنظومة البريكس. لا مش منظومة، هي مجموعة. مجموعة مجموعة. وشكرا. رمزي الطيب مع صغيرة سوسة. حبيت الجيوش لنسأل البنوك هذه العالمية بالذات معناتها عملت سياسة فقط باش تخلي الدول المنضوية تحتها هي سوق استهلاكية أكثر منها معناها سوق معناها تكون منتجة ولا عندها يد في المنظومة التجارية والمالية العالمية. والدليل احنا لو كنا نخرج للسوق المالية باش ناخذ قروضات تكون مشروطة مربوطة بأمور سياسية زاد اقتصادية، ثانيا نخرجوا لهم مشروع يعني نجم كي نطلب لي قرض باش نعمل قروض من تونس لقفصة يوافقوا، لكن لو كان نطلب قرض باش نعمل سدود باش نصلح الزراعة نتاعنا ولا فما إنتاجية ولا باش نعمل مشاريع تاع طاقة شمسية باش نعمل اكتفاء ذاتي في مثلا في الكهرباء يرفضوا. فقط سؤال، شكرا.
مش يرجيب سوسة. المؤسسات المالية الدولية مش بالضرورة معناتها تكون معناتها مؤسسات يلزمنا معناتها نقوموا في أغلب الحالات معناتها بشيء نتها ونقولوا اللي هي معناتها مؤسسات معناتها الغاية منها إني معناتها تستعمر الدول أو تتحكم في قراراتها على أساس إنه الدولة هي اللي تلجأ للمؤسسات هذه مش هي معناتها تجبرها معناتها باش تتعامل معها. هذه حاجة. ولو انه مثلا المحاضره نتاع سيادتك سي محمد مثلا جابت على برشا جوانب منها السياسي منها الاقتصادي ومنها المالي. بالنسبه للجانب الاقتصادي نعطيك مثال. تونس في عام 55 يعني عام مركة قبل الاستقلال كانت التصدير مثلا قيمه التصدير اللي تقوم به تونس اكبر من قيمه التصدير اللي تقوم به كوريا اللي نعرفوها توا كوريا الجنوبية. بعد معناتها كيلكو ديسينيا بري معناتها نشوفوا تونس وين ونشوفوا كوريا الجنوبية معناتها في أنا مرتبة. علاش خاطر هي معناتها الاقتصاد نتاعها قام على بناء الإنسان الكوري على تطويره وعلى بناء. سامحني؟ فوالا على قيمة العمل بطبيعة الحال. نجي للمؤسسات التمويلية هذه المالية. نلقاو البنك مونديال، نلقاو الاف ام اي. والأورغانيزاسيون مونديال دو كوميرس الأو إم سي، معناتها أورغانيزم آخر عنده نوع تدخل معناتها يختلف على زوج مؤسسات المالية. كي ناخذوا زوج مؤسسات مالية اللي هما كما ذكرت سيادتك معناتها تخلقوا بعد الحرب العالمية الثانية، وتخلقوا بطبيعة الحال معناتها على عن طريق ولا بلوتو متى بدفع امريكي متى بحت، نشوفوا انه التداول حتى على رئاسه المؤسسات هذوما يكون متى بالتداول مره امريكي ومره فرنساوي، والا اذا كان مش فرنساوي مش يكون اوروبي. ناخذ مثلا في الفتره هذه كريستين لاغارد فرنساويه هي مديره الافامي، وأنا أمريكا هو المدير البنك العالمي. هذه حاجة. بالنسبة للدول وتونس معناتها دولة على أساس معناتها التدخل نتاعك معناتها تتحكم فيه معناتها قوى خارجية. وذكرت ريكاردو في الكلام نتاعك أنه معناتها لو بي دو سو سبيسياليزي معناتها دون لو برودوي دون لوكيل إلا أن أفونتاج كونكورونسييل. وإلا كومباراتيف. نعطيك مثال بسيط. سويسرا تنتج أكثر من 7 مليون طن شوكولاتة في العام. ما نجموش 7 مليون سويسري يستهلكوا 7 مليون طن شوكولاتة. دونك ريكاردو في نفس الوقت قال إنه بلو لو بي إي بتي بلو إلي توفير سور لو موند. وهذايا شيء هذايا يطبق على تونس. قد ما تكون الدولة صغيرة قد ما يلزمها تكون منفتحة على الخارج. وهذاك علاش تونس تتميز بارابور للدول حتى اللي قريبتنا في جهتنا انها منفتحة على تقريبا العالم الكل، والاقتصاد نتاعها ماهوش مبني على ان سول برودوي، مبني على معناتها بلوري برودوي ديزون، مش كيما الجزائر مثلا اقتصادها مبني على منتوج واحد اللي هو النفط والليزيدرو كاربور بصفة عامة. بالنسبة للسياسيين الجدد اللي يحكموا في تونس منذ أحداث 2011، سامحوني في الكلمة، كيف نقول إلا إحنا مقصرين شوي. نقول إحنا مثلا نحكي على الحزب الدستوري الحر، خاطر التونسي توا ما عادش يخمم في الثورة، ما عادش يخمم في شكون يحكم البلاد. ونأكد لك انه هذايا راهو متى على ريزو سوسيو الناس ولات ديزونجاجي، ما عادش يهمها. والخوف الكبير انه متى شنو باش يصير في الفترة المقبلة، بالاخص اللي احنا نحضروا الانتخابات متى في 2019.
الخطاب بتاعنا يلزم يتوجه أكثر للميدان الاقتصادي. مانيش قاعدين نحكي برشا على الاقتصاد، مانيش قاعدين نقدمه في حلول باش نخرجوا من الوضع اللي احنا فيه توا للعباد. الخطاب السياسي للعباد ماش تسمع فيه. الشباب بالأخص اللي هو الركيزة الأساسية اللي يلزم اللي عليها مش تعتمد الأحزاب الكل في الخطاب متاحة واللي هي بدأت ديجا ما تعتمد فيه حاليا. الشباب وهذا ما نعرفش شكون عنده علاقة بالجامعة ولا اتصال مباشر بالطلبة، كي تحكي لهم سياسة ما عادش يسمعوا، كي تحكي لهم اقتصاد وتعطاهم حلول وتعطاهم مش حلول دي بيست، يعطيوك اذنهم ويسمعوك ويبداو يتواصلوا معك ويحكيوا معك. هذه الحاجة اللي ماذا بيا ما تتطور في الفترة المقبلة ومتى الوقت عنا ما مش برشا ويزل فينا الوقت. وقت اللي نقول ذكرت سيادتك زاد سي راضي المدب، هكا ولا سي راضي المدب وقت اللي يتكلم صحيح فما نوع متها من العباد اللي تظهر لنا في الاعلام في الفتره الاخرانيه ما كناش نعرفوها قبل، وكيف يقدموهم يقدموهم على اساس انهم يعني ديزون معناتها اباطره في الميادين نتاعهم، ولكن حتى واحد ما كان يعرفهم قبل، وحتى واحد ما يعرف شنو عملوا. كي ندخل على الانترنت نشوف شنو حتى مقال كتبوه معناتها في الميدان نتاعهم ساعات ما نلقاش معناتها حاجه متى تذكر معناتها في الميدان، ولكن للاسف معبين للميديا. كل يوم نلقى واحد يتكلم يا في راديو يا في تلفزه وما بيدو معناتها قاعدين يدوروا وسامحوني في الكلمه يسمونا معناتها في افكارنا. هذا معناتها بالنسبه للعباد اللي ما تفهمش، فما ناس معناتها مش بالضروره يكون متخصص في المجال الاقتصادي ولا في المجال المالي، دونك اي كلمه باش يسمعها مش يتقبلها كما هي، على اساس انه السيد اللي تم تقديمه ليه معناتها باش يتكلم في التلفزه ولا في الراديو انه هو متى مختص وخبير في المجال المالي والاقتصادي و دونك ما نلوموش السيد، هي منظومه كامله معناتها تتحكم في البلاد، تتحكم في عدم غتنا. سي بور سا في الانتخابات اللي تعدات تاكدنا انه معناتها اغلبيه الشعب التونسي شعب متقبل وصامت في نفس الوقت وما يتكلمش معناتها ما يعبرش ديريكتومون، معناتها يعبر اترافير معناتها باليزيموسيون، معناتها يبعث دي فلاش انفعالات عاطفيه وتنجم تكون معناتها ماشي ما عندهاش حتى قاعده، يعني معناتها في وقتها يرى ان كومونتير سو فيسبوك او معناتها يكتب كلمه وبعدين ممكن ينجم يكون حتى ينساه، معناتها ما يتفكرش شنو قال وما عندوش موقف. هذاك علاش فما زوج ملايين و 800 وممكن معناتها في الانتخابات الجايه مش يوليو اكثر من 3 ملايين، خاطر باش يتضافوا تقريبا 400,000 ناخب جديد معناتها في الانتخابات الجديده، دونك نسبه الصامتين مش تكون كبيره برشا. الصامتين هذوما ماهمش يستناو في ديزون في ان ديسكور بوليتيك، خاطر اليوم للاسف معناتها مسينا القاع معناتها في المجال الاقتصادي والسياسيين الجدد قاعدين يدمروا اكثر فاكثر معناتها في الاقتصاد نتاعنا، ولا التبنى بكله في معناتها من فتره من الاستقلال حتى الجام في 2011 الكل تقريبا الدم، وحتى واحد ما هو قادر اليوم معناتها في تونس باش يقول انه لليوم حتى 2018 حتى مشروع ما تم تدشينه حتى 2018 قاموا به سياسيين ما بعد 2011 كلهم مشاريع البلان كانكينال اللي خلاه بن علي قبل ما يخش كلهم الى حد اليوم لونزيام بلان خاطر البلان كانكينال يعني يدوم 5 سنوات. فهمتني؟ هذا الكلام اللي ماذا بينا في الظهور الاعلامي نتاعنا نتاع الحزب ماذا بينا معناتها ديما نحكيو على الجانب السياسي، هذا صحيح،
وتوا والله فرحت برشا ما تسي محمد ما تذكرت انه يخرج على اكسبريس اف ام. اكسبريس اف ام راهي من القنوات الاذاعات بلوتوب نجم نقولوا قناه خاطر تو الاذاعه تتشاف زاد ما عادتش تسمعك هاو، وهذا الافونتاج تاع التكنولوجي جدد والناس الكل تو كونكتي على الانترنت وتتفرج وتسمع لو ستريمينغ اكسيتيرا. معناتها ماذا بيا ما حتى كيف نتكلموا في الـ في الـ في لي ميديا نقولوا اللي احنا نتبعوا الحزب الدستوري الحر باش نظهروا اللي احنا عندنا علاقه زاده معناتها بالاقتصاد وعندنا علاقه بالمواطن مباشره. خاطر ما كما قلت لكم السياسه ما تستعمل حتى حد بما فيها الناس اللي السياسه معناتها مغروسه فيها كما احنا مثلا ما نصورش احنا موجودين لهنا خاطرنا ما نحبوش حاجه اسمها سياسه، احنا في قلب السياسه في صلب السياسه. ولكن اليوم مع السياسه يلزمني نحكي 90% اقتصاد. بارك الله فيك. فعلا يستحق تصفيقه. شكرا سي بشير، تدخل كان 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 في معناها في صلب المأساة اللي خلينا نقولها بين الظفرين اللي عايشينها. التوصيه نتاعك ستبلغ سي محمد راهو ديوان سياسي ما كتبوا باش يبلغوا. وانا بدولي زاده من لا اتردد في انه التركيز على الجانب الاقتصادي وانت محق في ذلك. الكلمه شكون تفضل. شيخ الدار المستير ربي ما نطولوش برشا مع سير الدار المستير عرف نفس المشكل جست بربي الله. قلنا من دونك قلنا من عام 91 ل 2010 تونس ما خضعتش وقعدت معناها محافظه ما خضعتش نقولوا احنا الصندوق النقد الدولي وتو داير سي بون ولقينا رواحنا تو حسب البريزونتاسيون معناها في وسط المعمعه. دونك نشوف جوست انا كان يزيد في مخي لهالدرجه ما نجموش نلقى موازنه بين تحرير التجاره وخدمه المصالح هذه. نتصور كيفاش نجموا نلقاو حلول ولا بعض الطرق باش نجموا نهضوا بالاقتصاد ونجموا نلقاو حتى كليب المستوى احنا قبل ما نجموا نشوفوا المستوى الدولي. بارك الله فيك. احمد شعباني القسمي. كما تكلمت وقلت من عام 91 ل 2010 علاش ما ناخذوش الحقبه النوفمبريه هذه وهي فيها منوال ثانيه وكان ايجابي ناخذوها هي كمبدا باش نتحقق خاصة كل جهة من جهات البلاد التونسية منتوج والمنتوج هذاك نجمو كما نقولوا نقوي به اقتصاد بلادنا. وكما قلت لكم منوال التنمية النوفمبرية في عهد بن علي ناخذوه هو ديما كمنطلق وكمثال. وشكرا. ضحاك سوري من مرسى. نشكر الاستاذ على المحاضره. جست نحب نعمل ريمارك صغيره قبل ريمارك قبل الكيس.